يشكرش فيا الله خليك. ما عادش استرجي يا خي. دخيلك اخر ولا دخيلك في مره بالزمان. ما عادش استرجي. خبرتني نكتي تبع يو سبيك انجلش. خلي دخيلك لهاي عائله الكبرى دخلك. عد ومد لقطك بعد. يا خي انا بين ايدي. هاي هاي هيدي يو سبيك انجلش. يو سبيك انجلش. ايه نسيت شيء؟ نسيتها؟ اي طبعا لا قديمه. ايه تمك حلو تمك حلو احكيها خلي. هيداكي قال اللي فات بده يشتري ملوخية، قال له عندك ملوخية خضراء؟ قال له لا، قال له عندك غير لون؟ حلو حلو هاي خبر حلو حلو كثير. إذا بدك تصغر وتتجوز اتفقنا أنا وياك نتجوز. حياتك ابري وحده بتحس حالك ظاهر مثل الابطال بخفف الضغط. فظاعه استاذ عبد الوهاب راح لعنده قال لي حسيت حالي ابن 10 سنين رجعت. يلا رحت انا يلا رح روح استاذ جيف. انا ما رحت لعنده بس بعرف العيد مرقت هيك وقريت العيد ولك هاي حبيبي حزر حزر تعي حزر بيها منيحه فيها الجمعه الماضيه ما في أعظم منه مش معقول في اليوم بخير ربك ايه خبرني 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 شريكتي انت كمان انا لا انا شو عارفني منك انت لا وجودك لا 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 صافي اليوم راحت علي رح نتصلي والله نتصلي وحيه الله استني بيضحك والقلب حزنان مش عم نحكي كتر خير الله مش كثير مثل شو القلب حزنان لا مش على شيء لانه بتعرف بدنا نخلص منه ان شاء الله الله وين الله راضي عيني لشو لبنان بهمه صعوبات او بهمه شيء يعني الله خلينا الجاي شو عم نحكي عم نحكي عن النكت من نكت في كتار ما بيعرفوش يروا نكتي وما بيعرفوش ينتخبوا نكتي معروف عني انا بروي نوادر جيت مره جبت الاسطوري تبعي اعطيني المايه وغني مبسوط فيها هيك سمعتها لواحد زحليوي بعد ما سمعها قال لي وين النكتي يا وين النكتي قتلني فيها نسيت عرفت لنعود شو بدنا نسمع من صبوحة من هالأشياء اللي رح تقوليها بالجبال عمل لي أستاذ وليد لحن سجلته فهلأني أستاذ فليمون عمل لي لحن حلو كتير بس بعد ما سجلته عم بحفظه أستاذ وليد عمل لي لحن كتير حلو رح أقوله ورح غني أبو الزرو يا كتر خير الله مطرح ما بتروحي بروح الخير بوجهي شو اسمه الدنيا وجاه وعتاب مطرح ما بتروحي وان شاء الله بتكون نجاح مغيرين باللبس عاملينه ستيليزيه محاورينه شوي فولكلور بس على مودير اكثر فزاعة بحديث الاذاعه مدام تفوني سالتني قالت لي شو عملتي لبس لامريكا مخصوص عملتي قلت له لا الموجود عندي اخذته لبسته قال يعني إذا مرأتي مثلا بفترينا واستحليتي فستان ما بتشتري قلت له إذا مديت منيحة بشتري إذا مش منيحة ما بشتري ضروري يعني ألبس أحيانا بضل سني ما بقص شيء وأحيانا بقص بسطين كتير بس هالقعدة تغيرت مهرجان جبين قصيت كتير بالنتيجة ما في شيء بضيع بس يكون في شيء منيح بياخد ثمنه وبكفيكي هالجمهور هذا هالجمهور اللي ربيتيه بكذا من السنين رايحين هونيكي طيب انا بدنا نفرجيهم مصدر صغير على كل حال نحن عم نعمل اللي علينا وما بقدر اكد لك انه نحن بدنا ننجح نتامل على المرء ان يسعى نحن عم نعمل المستحيل انه نقدم شيء يعني نفتخر فيه ويكون ناجح العناصر اللي موجوده واللي عم تشتغل مبدئيا كفاله انه يكون عمل ناجح لكن هالكفاله قديش ان شاء الله صحيح طيب استاذ جيب قديش مدته البرنامجك عم اليوم لا والله مش عارف بدش مدني مش اذا سالونا انا هلا ما خلص هذا اخر هذا ليله الوداع هذا اخر برنامج يا الله وحي طلع زعل لا ما انت اربع سنين تطلع مره اربع سنين مره لقطتك بالاربع سنين بس عوضت عن يا الله شو زعلت وحي طلع زعل لا لا هلا ما تحزن شو تزعل كرمالي